السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه طبعا واضح جدا الفيديو بتاعنا النهاردة ان عشان نعمل الوردة او نطرز الوردة على الجاكيت. إيه في حاجة بس حابة اقولها في الاول، ان التطريز على القماش اسهل بكتير قوي من التطريز على الكروشيه. التطريز على الكروشيه بصراحة رخم عشان احنا مش راسمين على القماش، بتبقي رسمة عاملة الباترون وبتشتغلي عليه، لكن احنا على الكروشيه كده بنشتغل ايه، عشوائي. تمام. وهنطرز بخيط صوف، انا هطرز بكرمة نفس خيط الجاكيت ده، لون الوردة بامبا. وقعدت ادور عندي على لون اخضر، هو طبعا التصوير مش ظاهر قوي في التصوير. لقيت عندي خيط زيتي، ده اللي احنا بنطرز بيه عيون العرايس، هو اللي لقيته عندي صوف، لان انا هطرز زي ما قلت لكم بخيط صوف. هنسمي بالله ونبدأ نعمل الوردة دي. هي سهلة بسيطة، انت بس حددي الاماكن اللي هتشتغليها. انا هنا خلصت الجنب ده، الجنب ده لسه، عملت الوردات بس اللي فيه، ولسه هعمل الفرع بتاعها الاخضر. حددي زي ما قلنا مكان كل وردة وتعملي قدامها علشان ما تتلخبطيش. وزي ما قلت لكم في الفيديو بتاع الجاكيت نفسه، واللي ما شافش فيديو الجاكيت هسيبه لكم في الديسكريبشن. زي ما قلت انت ممكن ما تطرزيش اصلا، ممكن تعملي وردات وتثبتيها. انا كنت عايزه اعمل كده اصلا بصراحه، كنت عايزه اعمل وردات واثبتها، بس قلت اكمل الجاكيت بالظبط زي الاصل علشان ايه، ما يعني ما يبقاش فيه لخبطه. انا هنا لضمت لون بامبا اللي هو لون الورده، وهحدد المكان اللي هشتغل فيه. هنا وباجي كده بدخل بالخيط بتاعي في المكان اللي هعمل فيه الوردة، واسحب الخيط واسيب حتة جوه كده. المكان اللي دخلت فيه دلوقتي هو نفس المكان اللي هدخل فيه، هو ده سنتر الوردة. انا دخلت من جوه لبره، هرجع تاني من نفس المكان من بره لجوه في نفس المكان. تمام يا بنات، في نفس المكان، وهسحب كده. القطة بتنونة ولو سمعنا، ماشي، لغاية ما يبقى معايا جزء كده. زي ما قلت لكم احنا بنعمل الوردة كده، ايه هي اصلا الموديل الاصلي الوردة معمولة مرة بأربع بتلات ومرة بخمس بتلات وكده عشوائية. الوردة دي على فكرة مش مظبوطة، انا هفكها، مش مظبوطة زي بقية الوردات دي، انا هفكها، ماشي. المهم انا عملت كده دي، ومن جوه هطلع بحدد كده مكان ايه اللي هو ايه طول البتلة كده، هطلع من هنا كده واقوم شبكة، بصوا شايفين دي كده، هقوم عاملاها على الابرة كده. تمام. واطلع بالخيط بتاعي اهو، هقرب الكاميرا. تمام كده. وبعد كده بعمل ايه، باجي هنا اهي من ورا دي كده واقفلها. ويبقى كده احنا عملنا اول بتلة. طيب بعد كده بعمل ايه؟ زي ما قلت لكم المكان ده هو السنتر عندي، هو اللي هيبقى بداية كل بتلة. هاجي برضو اطلع من السنتر هنا، اخرج كده من جوه لبره زي ما عملنا في اول بتلة، من جوه لبره، وبعدين نرجع ندخل تاني من نفس المكان، هنرجع تاني لجوه ونعمل شكل البتلة كده. انا عملت هنا ثلاث بتلات اهم يا بنات، هطلع برضو في السنتر هنا بتاع الوردة، من جوه لبره، وبعدين في نفس السنتر من بره
لجوه وبعدين بخرج هنا اهو، تخرجي هنا والبتلة كده اهي، بتحطيها الابرة جواها اهو عشان لما تشدي الخيط، بصوا اهي، واجي هنا كده اهو واقفل كده. انا معايا وردة مكونة من 4 بتلات، نعمل بتلة كمان في السنتر زي ما قلنا من جوه لبرا، ونرجع تاني برضو في نفس السنتر من برا لجوه. وايه دي البتلة بتاعتنا هنحطها. هنا نقوم نخرج من هنا كده ونقفل عليها. بصي انتي بتعملي كده، بصي شايفه اهو، بصي تيجي هنا في نفس المكان ده عادي كده وتقفلي على البتلة بتاعتك. تمام كده، تظبطي بقى كده. بصوا هي كل وردة وخدت لها شكل، كل وردة واخدت لها شكل، يعني بصوا دي، بصوا دي، بصوا دي، كل واحدة واخدت لها شكل. بنعمل وردات عشوائية، بصوا دي اهي. تمام كده، بعد ما بخلص الوردة بتاعتي بقفل هنا كده واقطع الخيط اللي البمبة ده، وبعدين هوصل بالخيط الاخضر علشان نعمل الساق. وصلنا يا بنات، او عملنا الخيط، لضمنا الخيط الاخضر في الابرة، وهاجي هنا برضو في سنتر الوردة في المنتصف هنا، ومن الداخل لبره وبقيس كده طول الساق اللي انا عاوزاه وادخل هنا. وادي كده الساق اتعمل. بعد كده باجي اطلع من نصف من منتصف الساق هنا او تحت المنتصف بشوية، تحت المنتصف بشوية، واعمل زي ما عملت هنا عند الوردة. خرجت هنا هدخل تاني من نفس المكان واعمل اول فرع شجرة كده صغير، بدخل هنا اهو وبعلق كده فرع الشجرة اهو. طبعا انا شرحي عشوائي جدا، انا مش بتاعة تطريز، انا يعني ايه بجتهد، ما اكدبش عليكم، يعني انا مش بتاعة تطريز ده، يعني كده كتر خير الدنيا قوي. طلعت من دخلت من جوه لبره، وهدخل تاني من نفس المكان لجوه، بقت معايا دي كده. هاجي من بره هنا حدد بس مكان الفرع اللي انا عايزه هيبقى فين، واروح جايه خارجه بالابره في المكان ده اهو اهو، واشد كده واقفل هنا. وادي الورده بتاعتنا الغلبانه اتعملت. تمام كده، هي سهلة خالص،
بس انت هتشتغلي زي ما قلنا بخيط الصوف ده. طبعا اللي الموديل الاصلي الوردات اللي فيه شكلها اكبر شوية لان الجاكيت نفسه اصغر من الجاكيت بتاعي، فالوردة باينة فيه. حتى انا عملت طبعا في الجاكيت بتاعي عدد وردات اكبر. الجاكيت الاصلي او الموديل الاصلي تقريبا معمول لسن سنتين، ده من 6 ل7 سنين. اتسألت بالمرة يعني اجاوبكم، اتسألت في الفيديو بتاع الجاكيت الاصلي او الفيديو اللي انا شارحه فيه الجاكيت، الجاكيت ده يتسعر بكام يا امير؟ الجاكيت لو نفس السن ده، الجاكيت اخد بالظبط 4.5 كرمة، 4.5 كرمة هيلبس من 6 ل7 سنين، 4.5 كرمة هيتسعر ب 330، 350، 370، 300 على حسب منطقة بيعك، بس هو مش هيقل عن كده، يعني من 330 ل 350 السن ده بخيط كارما. لو عملتيه بخيط هيمالايا هيزيد لان ثمن الهيمالايا اغلى من ثمن الكارما. تمام كده يا بنات؟ لو في اي سؤال سيبهولي تحت الفيديو ان شاء الله بامر الله وانا اجاوب عليه. طبعا انا زي ما قلت لكم الورده انا عاملاها كده شغل بدائي، انا في التطريز مش احسن حاجه مش هكدب عليكم، بس انا حاولت ابسط واقرب الموضوع. وزي ما بقول قلت لكم في اول الفيديو ان التطريز على الكروشيه مش معمول له باترون، يعني مش ما انت مش رسمه الرسمه على لو انت رسمه الرسمه على النسيج وبتدخلي بيبقى اسهل بكتير جدا في الشغل من كده. فيعني احنا عملنا ايه قدر الامكان واجتهدنا يعني. تمام؟ ما تنسوش بقى يا بنات الكومنتات الحلوه بتاعتكم، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعملي لايك للفيديو، لو مش مشتركه في القناه فضلا وليس امرا تشتركي فيه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.